هلا الحلو بالموضوع سمير انه هذا التشيلي لما تعمله بتقدر تحطه بالثلاجه، يعني اول يوم بدك تعمل هوت دوغ، ثاني يوم بدك تعمل فرايز، او اذا بدك تاكلها مع سباجيتي بزبط. اوكي، فهون انا عندي بطاطا مقليه صفيناها، بنحطها في بلاتر وبعدين بنزيد عليها صلصه التشيلي. تمام. هي هلا عندي انا صلصه البطاطا سخنه وصلصه التشيلي كمان سخن، وبنزيد عليها جبنه تشيدر مبروشه. واخر اشي بنزينها ببصل اخضر او بصل ابيض مفروم فرم ناعم او اللي احنا بنفضله. وهيك صار عندنا التشيلي تشيز فرايز جاهز. طلعي ما احلى الطبق، شيء ولا اروع. اول شيء رح نعمل صلصه التشيلي اللي احنا هلا عملناها، اللي هي معلقتين كبار زيت نباتي، 600 جرام لحم عجل مفروم ناعم، بصله مفرومه ناعمه، 3 حبات ثوم مهروس، حبه بندوره مبروشه، معلقتين كبار معجون بندوره، ربع كاسه كاتشب، معلقتين كبار خردل اصفر، 3 معالق صغيره سكر بني، معلقه ونص كبيره مسحوق الكاكاو، نص معلقه كبيره صلصه الورستر شاشاير، وكاستين ونص مرق اللحمه. وبالنسبه لبهارات التشيلي بدنا بابريكا مدخنه، بودره ثوم، بودره بصل، فلفل حار، كمون، زعتر ناشف، سكر بني، وكزبره ناشفه. هلا بالنسبه للتشيلي تشيز فرايز رح نحتاج طبعا بطاطا مقليه فرنش فرايز، جبنه تشيدر، وبصل مفروم او بصل اخضر مفروم.